هذا المشهد هو تكرار لمشاهد تستمر من الغارات الإسرائيلية والاستهدافات لمواطنين. وبالطبع في بداية هذا العدوان كان الاستهداف بشكل كثيف لمحيط المستشفيات والمدارس التي كانت منطقة مأوى، كما هو المشهد، منطقة مأوى وملاذ ربما للغزيين. معي مراسل الغد محمود اللوح من دير البلح من أمام مستشفى الشهداء الأقصى. تفضل محمود، هل لديك من أخبار وأنباء أو وصف أكثر دقة للصورة على اعتبار أنك كنت قريبا منها؟ تفضل محمود. نعم، 4 من الشهداء و18 إصابة هي حصيلة مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحق خيام النازحين الآمنين داخل مستشفى الشهداء الأقصى. طائرة مسيرة بدون طيار أطلقت صاروخ أو لربما صاروخين باتجاه خيام النازحين، أكثر من 15 خيمة تعرضت للاحتراق بشكل كبير جدا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية التي حدثت قبل قليل. احكي لنا شو اللي صار، احكي لنا شو اللي صار قبل شوي. صار والله كنا نايمين في الخيم ولا معنا علم في الدنيا، تفاجأنا لين صارت ضربة في مستشفى الأقصى. طبعا هذه ثالث ضربة، مش أول ضربة، هذه ثالث ضربة. أول ضربة كانت لخيمة قالوا عنهم قادة هم بياعين خضرة أصلا، وثاني ضربة اللي هي قبل أسبوع تقريبا، ورحنا نتفرج نشوف من هاللي ضربينه لقيناهم أطفال صغار ونساء. واليوم نفس الشغلة، بنيجي بنتفاجأ بنروح نطلع على الضرب اللي ضربينه، هالهدف اللي ضربينه اليهود، بنلاقيه برضو نفس القصة، أطفال ونساء. يعني أنا أتفاجأ ألاقي الأطفال مقطعين في الثلاجة تو، يعني هذا مش عارف إيش الأهداف اللي بيضربون هذولا. يعني فيش، يعني فيش هدف نطلع نلاقي عليه القيمة، لقيهم أطفال، أهدافهم صارت أطفال. الحمد لله على سلامتكم. ما احكي لنا شو اللي صار معكم. احنا الساعة 2 بالليل بالوقت هذا احنا بناخذين راحة لجسمنا، احنا بدنا ننام. بس طلعنا للساعة 2 ما بنلاقي الا صوت ناس بتصوت، وبعد ما طلعنا الناس في شيء فقع جواتهم. من ضمن هذا الشيء في ناس، يعني مرة استشهدت وزلمين هذول ذنبهم، وصاروا يعني الاطفال يعني مش عارفين نتكلم، صدمة يعني الواحد. ما انتوا خايفين؟ انا شايفكم، شايفك مرعوبه خايفه. شو الوقت الساعه 2 بالليل؟ تتخيل يعني واحد يطلع الساعه 2 بالليل؟ تتخيل بني ادم، يعني الامانه يعني انا مش مصدقه لحتى الان، مش مصدقه. احنا طلعنا غيامنا مش عارفين وين طالعين، نايمين النايمين، ما صحينا الا على صوت اصوات. مو انه طلعنا على صوت هوايه، على صوت اصوات ناس، ناس طالعه بتصوت، راح علينا، راح ابويا، راح اختي، يعني إشي مش بتصدقش. احنا صحينا من النوم نجري هنا عبر المستشفى بالناس، فجاه ما بنطلعش الا بنلاقي إشي مولع جوات الخيام ورا مركز الشرطه مباشره. يعني مش ورا مركز الشرطه، وصلت الإشي لمركز الشرطه من جوا، وهذا الإشي بضرنا. يعني احنا ما في إشي بيناتنا وبين مركز الشرطه، صار يشبط فينا. يعني إيش نتكلم، احنا مرعوبين كثير. يعني الحمد لله على سلامتكم. امها يعني هي الغارة الإسرائيلية كما تحدثنا استهدفت خيام النازحين داخل مستشفى الشهداء الأقصى. المكان الذي استهدف هو الجهة الخلفية ل يعني شرطة مستشفى الشهداء الأقصى، اي بمعنى ان الاحتلال الإسرائيلي لم يستهدف نقطة المستشفى بل استهدف الخيام المجاورة لها، وبالتالي اكثر من 15 خيمة قد تعرضت للاحتراق والتدمير الكامل. هي خيام إماراتية وقطرية وخيام بسيطة صنعت من القماش وصنعت ايضا من الجلد ليعني تأوي هذه هؤلاء الأطفال وتأوي هذه العائلات الفلسطينية التي جاءت من كل مكان داخل مستشفى شهداء الأقصى. كل من يتواجد بجانبي لربما هم الأطفال، هم نساء في مستشفى شهداء الأقصى، الكل خرج في حالة من الرعب والخوف، استمع لصوت الانفجار الضخم جدا الذي أحدثته هذه الغارة الإسرائيلية وأسفرت عن 4 من الشهداء و18 إصابة. هؤلاء هم ذوي الشهداء الذين يصطفوا في هذه اللحظات، وذوي المصابين خرجوا مرعوبين بصورة قاسية جدا. الكل يعلم بأن هي فترة نوم، كيف تخرج العائلات، كيف تخرج النساء الأطفال في حالة يعني نتحدث خوف وهلع. عندما تخرج الأم تبحث عن ابنها، لربما تراه شهيد، يبحث الأب عن ابنته، يراها مصابة، قد يعني امتلأ وجهها بالدماء،
بفعل هذه الغارة الإسرائيلية التي نفذت على داخل مستشفى شهداء الأقصى، مرة أخرى على داخل مستشفى شهداء الأقصى وليس خارجها. هذه الغارة الإسرائيلية التي نفذت قبل قليل، يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية الدفاع المدني، شو اللي صار بالضبط؟ احكوا لنا شو حجم الدمار؟ استجبنا في قصف خيام في داخل مستشفى شهداء الأقصى. كما تعلمون هذه مستشفى شهداء الأقصى متقضى في النازحين، نازحين نيام ليس عليهم أي شيء، تم قصفهم من قبل طيار في الصاروخين على الأقل. عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، وهناك خيام تم توليحها من قبل الغارات الإسرائيلية المجاورة للخيام، وتم إنقاذ تم إشلاء عدد من الشهداء وتم إنقاذ عدد من المصابين من داخل الخيام، وتم إطفاء تقريبا ما يقارب 7 إلى 8 خيام تم توليحها على الناس داخل الخيام، نائمين من الأطفال من النساء من الشيوخ، من تم إنقاذهم من داخل الخيام وتم إطفائهم بحمد الله من قبل جهاز الدفاع المدني. يعطيكم ألف عافية، شكرا لجهودكم طواقم الدفاع المدني. يعني هذه هي الصورة بالحقيقة، مهما لربما تحدثنا عن حجم وقوة هذه الغارة الإسرائيلية والانفجار القوي جدا الذي استمعنا إليه واستمع إليه كل من يحيط في مستشفى شهداء الأقصى. هي بالمناسبة تبعد عن خيمة قناة الغد سوى 5 أمتار فقط، كنا في داخل هذه الخيمة لربما نجلس نحن والزملاء في ساعة لربما من الراحة بفعل تراجع حدة الغارات الإسرائيلية ولربما